الغراب ينذر الرئيس الإخواني بالخراب أينما حل وحيثما تدخل. فهذه ميليشيات فائز السراج التي يدعمها أردوغان علقت مشاركتها في مفاوضات السلام الجارية في جنيف مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر. في أبريل عام 2019 بدأ الجيش الليبي حملة عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من العناصر الإرهابية والمرتزقة التي تحمي ميليشيات فائز السراج المعروفة بحكومة الوفاق الوطني. القوات المسلحة الوقت الحالي تتقدم باتجاه قلب العاصمة. الوقت الحالي نحن متواجدون بمنطقة السراج وجنزور والمناطق المحيطة الكريمية والسواني وتعتبر تحت السيطرة بالكامل. في 12 من يناير الماضي بدأ تنفيذ هدنة هشة بين الجيش الوطني وحكومة السراج بعد دعوات أممية ودولية رغم خرقها أكثر من مرة من قبل الميليشيات الإرهابية. عقد مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 من يناير الماضي لكبح جماح التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي والامتناع عن إرسال مرتزقة أو قوات عسكرية لدعم حكومة السراج. لكن أردوغان كعادته أخل بالاتفاق واستمرت طائراته وسفنه بنقل الإرهابيين المرتزقة لقتال الجيش الليبي رغم توقيعه على مقررات مؤتمر برلين. لكن المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة فحسب، بل يشتد سعيرها ويتأجج لهيبها لتصبح حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم. وعلى ضوء ذلك دمر الجيش الليبي أسلحة وذخائر في ميناء طرابلس تم إنزالها من سفينة تركية إلى مستودع في الميناء بعد رصد حركة وتنقلات مرتزقة أردوغان برا وبحرا وجوا. فأعلنت حكومة السراج بتوجيه من أردوغان تعليق المحادثات الجارية في جنيف. وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر عزمه على منع تدفق الإرهابيين والأسلحة إلى ليبيا بالتزامن مع استمراره في المفاوضات مع السراج رغم قدرة الجيش العسكري على دخول طرابلس والسيطرة عليها. يخادع أردوغان ويكذب ويبث الفتنة بين الليبيين لأنه يطمح إلى أن تصبح ليبيا ولاية عثمانية تحت حكم الإخوان، وأفصح عن ذلك مرارا وتكرارا، وهذا ما يرفضه الجيش الوطني الليبي. ليبيا bize hem Osmanlı'nın hem de Osmanlı subayı olarak burada önemli hizmetler ifa eden Gazi Mustafa Kemal'in yadigarı. فهل يستغل المشير حفتر إعلان الوفاق وقف المفاوضات ويقلب الطاولة على رأس الجميع؟ أم أن المصالح والحسابات الدولية ستبقى متحكمة في مصير الشعب الليبي؟